السلام عليكم ورحمة الله. المحاضرة دي إن شاء الله هنستكمل ما بدأناه في المحاضرة اللي فاتت اللي هو tissue and cellular accumulation، وهناخد 3 forms of tissue and cellular accumulation اللي هما الأمايلودوزيس، الهايلينوزيس، والباثولوجيكال كالسيفيكيشن. في المحاضرة دي ان شاء الله هنتكلم عن الأمايلويدز، هنعرفه وهنعرف يعني ايه الأمايلويد ديبوزيشن، وهنتكلم عن انواع الأمايلويدز، وهنتكلم عن الأورجنز اللي افكتد بالأمايلويدز والمورفولوجيكال تشينجز اللي بتحصل فيها. كمان هنتعرف يعني ايه هايلينوزيس، وهنعرف اخر حاجة الباثولوجيكال كلاسيفيكيشن، هنعرف انواعه وهنعرف بيحصل في اي حالات. بداية هنتكلم عن الأمايلودوزيس. لو جينا نعرف الأمايلودوزيس، ده عبارة عن condition associated with various inflammatory and neoplastic and inherited conditions in which there is pathological deposition of a variety of abnormal extracellular fibrillary protein called amyloid in different tissues. This result in tissue damage and functional compromise. So, amyloidosis is not a single disease entity but a group of disorders which share the deposition of amyloid proteins in tissues. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده يعني ان احنا عندنا مادة material اسمها amyloid protein. Amyloid protein دي عبارة عن substance ليها اسباب مختلفة وبتحصل في conditions مختلفة، كلها بتجتمع مع بعض في ان بيحصل فيها deposition of amyloid في التشوز. إذا كلمة amyloidosis ده not single disease entity، ده عبارة عن اسم جامع لجروب مختلفة من الديزيزز كلها بتشترك مع بعض ان بيحصل فيها deposition الامايلويد بروتين في التشو. وناخد بالنا ان الامايلويد بروتين ده عبارة عن extracellular inposition، يعني بيحصل له deposition في extracellular positions مش في السيل. لو نفتكر المره اللي فاتت الكلايدي سويلنج، الهيدروبيك ديجنريشن، والفاتي تشينج او فاتي ديجنريشن، كلهم بيحصل فيهم ديبوزيشن للابنورمال سبستانس في السيتوبلازم بتاع الخلايا. الكلايدي سويلنج كنا بنلاقي الووتر اكيوميليشن انسايد ذا سيلز، عامل لنا ووتر جرانيولز. لما بيزيد الاكيوميليشن بتاع الووتر شويه بيعمل لنا الهيدروبيك تشينج اللي هو عباره عن اكيوميليشن اوف ووتر برضو في الخلايا، في السيتوبلازم بتاع الخلايا، لكن عامل لنا لارج فاكيولز. والفات تشينج اللي هو اكيوميليشن اوف نيوترال فات او ترايجلسرايد في السيتوبلازم بتاع الخلايا. لكن هنا في حالات الامايلويدوزيس هنلاقي ان الامايلويد بروتين ده بيحصل له ديبوزيشن في الاكسترا سيلولار ارياز، يعني في كونكتيف تيشو ما بين الخلايا. يبقى نقول تاني ان كلمه amyloidosis is a not single disease entity، دي عباره عن groups of diseases كلها بتشترك في deposition of amyloid protein اللي هو نوع من الفايبرلري بروتين in extracellular positions في التيشوز. خلاص. طيب البروتين دي بيحصلها deposition ليه؟ لان هي بتكون misfolded وبالتالي insoluble، وبالتالي الانزيمز بتاعت التيشو cannot degrade them. احنا عارفين البروتين بيتكون من امينو اسيدز، الامينو اسيدز دي بتكون فولدد في 3 دايمنشنال كونفيجوريشن بشكل معين. احيانا لو حصل ان فولدنج ده حصل بطريقه خاطئه فبتكون البروتين مس فولدد، وبالتالي التيشوز كانت ديجريد ذي سبستنس وبيحصل لها ديبوزيشن في التيشو. خلاص. يبقى ليه البروتين الامايلويد بروتين ده حصل له ديبوزيشن؟ لانه البروتين ده مس فولدد يعني مترتبه، عامل فولدنج بطريقه خاطئه بيخليه ذا فورم اوف شيت زي ما هنشوف بعد شويه. الشيت ده كبير على الانزيم، ما تقدرش الانزيم بتاعت التيشو انها تتخلص منه او تكسره، فبيحصل له ديبوزيشن في التيشو ان ذا فورم اوف amyloidosis. طب بيحصل ايه الاماكن اللي بتحصل فيها الديبوزيشن اوف amyloid بروتين؟ بنلاقيه في حتت معينه، الوول اوف ذا بلاد فيزل، على الريتيكولين فايبر، وعلى البيزمنت ميمبرين. يبقى دي السايتس اوف amyloid ديبوزيشن انسايد ذا تيشو. في التيشو بيكون بوزيشن بتاع الامايلويد اكسترا سيلولار، اكسترا سيلولار مش في السيتوبلازم، لا في التيشوز الخارج ان بتوين ذا سيل. فين بالظبط في التيشوز دي؟ في الوول اوف بلاد فيزل، على الريتيكولين فايبرز، وعلى البيزمنت ميمبرين.
يبقى احنا نركز تاني برضو ونقول تاني ان في حالات الاميلودوزيس، كلمة اميلودوزيس ده مش single disease لكن دي group of diseases كلها بتشترك في حاجة عامة ما بينها اللي هي deposition of amyloid protein inside the tissue. وبالتالي مدام ان الجزيز دي مختلفة، اذا الاميلويد بروتين ده كيميكالي مختلف. يعني ايه؟ يعني عندنا اكتر من 15 نوع من الاميلويد بروتين موجود من البروتينز اللي هي بيحصل لها مسفولدنج وبتترسف في التشو على شكل اميلويد بروتين. يبقى كلمة اميلويد ده برضو مش نوع واحد من الماتيريال، لا دي عبارة عن اكتر من 15 نوع من البروتينز اللي حصل لها مس فولدنج وترتبت في شكل معين ادى الى ترسبها في التيشو ان ذا فورم اوف اميلويد. خلاص، ايه هي الموست كومن تايبس دي؟ في عندنا حاجه اسمها اميلويد لايت تشين بروتين اللي بنرمز له بالرمز AL. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديرايفد فروم نيوبلاستيك بلازما سيلز وكونسيستنج اوف اميونوجلوبولين لايت تشين. زي ما احنا عارفين البلازما سيلز دي وظيفتها انها بتنتج الاميونوجلوبولين او الانتي بوديز اللي هي مسؤولة عن عملية الهيومرال اميونيتي. احنا عندنا في سيلولار اميونيتي اللي هي معمولة بتتعمل بالليمفوسايتس، وعندنا هيومرال اميونيتي بتتعمل بالانتي بوديز اللي بتنتج الانتي بوديز دي خلايا اسمها البلازما سيلز. اكيد الكلام ده كله واخدينه في الهيستولوجي. فالبلازما سيلز دي ممكن في حالات النيوبلاستيك ديزيزز الافكتنج بلازما سيلز زي ما هنعرف بعد شويه بتنتج كميات كبيره من اللايت تشين وابنورمال، فبيحصل لها ديبوزيشن في التيشو ان ذا فورم اوف اميلويد لايت تشين بروتين او اي ال بروتين. ده اول نوع من الاميلويد بروتين كيميكال، اول كيميكال تايب من الاميلويد بروتين. النوع الثاني حاجه اسمها اميلويد اسوشيتد بروتين او بنرمز له بالرمز AA، وده بنلاقيه في الكرونيك انفلاماتوري كونديشنز. النوع الثالث حاجه اسمها اميلويد بيتا بروتين او A بيتا، ده بنلاقيه في حالات الالزهايمر ديزيز. الرابع نوع عندنا حاجه اسمها ترانس ثيريتين TTR، وده بنلاقيه في بعض الفاميليال او الهيريدو فاميليال كونديشنز. اخر نوع اللي هو حاجه اسمها بيتا 2 مايكروجلوبولين بنلاقيه بيحصل له ديبوزيشن في الحالات في الناس اللي عن بيحصل لهم هيموداياليسيس. هيموداياليسيس اللي هو زي بالعربي اللي هو غسيل كلى، اللي هو بيحصل لهم بيكون عندهم رينال فيليير وكل فتره بيروحوا بيقعدوا على الجهاز بحيث ان هو يعمل لهم فلتريشن للدم بتاعهم اللي هو اسمها هيموداياليسيس. خلاص يا جماعه، زي ما لاحظنا هنا عندنا جروب من الديزيزز المختلفه وجروب من الكيميكال استراكشرز المختلفه اللي هي كلها في الاخر زي ما قلنا بيحصل لها ديبوزيشن في التيشو ان ذا فورم اوف اميلويد بروتين. ما لهمش اي علاقه ببعض، العلاقه اللي بتجمعهم ان هم لما بيحصل لهم مس فولدنج وبيترسبوا في التيشو بياخدوا شكل الاميلويد، بيكونوا ان ذا فورم اوف اميلويد بروتين. خلاص، ايه هما البايوكيميكال سبستانسز دي؟ اشهرهم حاجه اسمها زي ما قلنا اميلويد لايت تشين بروتين اللي هو بتفرزه البلازما سيلز نيوبلاستيك بلازما سيلز، وبيتكون من اميلويد لايت من الاميونوجلوبين لايت تشين، اميلويد اسوشيتد بروتين في حالات الكرونيك انفلاماتوري كونديشنز، اميلويد بيتا بروتين في الالزهايمر ديزيز، ترانس ثيريتين في سم فاميليال ديزيزز، والبيتا 2 مايكروجلوبولين في الناس اللي بيعملوا هيموداياليسيس لفتره طويله. خلاص، ده الكيميكال ستراكشر بتاع الاميلويد بروتين. طيب احنا قلنا بيحصل له ديبوزيشن في التيشو، فلما نيجي نبص عليه نلاقي ان هو بيشترك كل البروتينز المختلفه دي بتشترك في فيزيكال كرايتيريا متطابقه، وده اللي بيخليها كلها يجمعها اسم اميلويد. خلاص، يبقى احنا جمعنا البروتينز دي كلها مع بعض تحت كلمه اميلويد. ليه؟ لان احنا لما نيجي ندرس الفيزيكال كاركترز بتاعتها بنلاقيها كلها ليها نفس الكرايتيريا بالضبط، فبالتالي كلها بتبقى اسمها اميلويد بروتين. خلاص، ايه هي الكرايتيريا دي؟ ان احنا لو جينا شفناها تحت الالكترون مايكروسكوبي هنلاقي ان الاميلويد بيتكون من نون برانشنج فايبرلز اوف انديفينيت لينث ويز اسبيريسين دايمتر من 7.5 ل 10 نانومتر. خلاص،
This electron microscopic structure is identical in all types of amyloidosis. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا شايفين ان الفايبريلز الامايلويد فايبريلز بنلاقيها عبارة عن very thin fibril of indefinite length. الدايمتر بتاعها بيتراوح ما بين 7.5 ل 10 نانومتر. ده المنظر بتاع الامايلويد بروتين تحت الالكترون ميكروسكوبي. whatever النوع amyloid light chain protein beta 2 microglobulin amyloid beta protein transthyretin amyloid associated protein كلهم تحت الالكترون ميكروسكوبي ليهم نفس البيكتشر دي. خلاص طيب لو جينا فحصنا التيشو دي اندر حاجه اسمها اكس راي كريستالوجرافي او انفراريد سبكتروجرافي بنلاقي ان الفايبرز الموجوده حصل لها ديبوزيشن في التيشو موجوده في شكل اسمه بيتا بليتد شيت. يعني ايه بيتا بليتد شيت؟ يعني البروتينز زي ما قلنا حصل لها ميس فولدنج، حصل لها فولدنج بطريقه خاطئه. لما حصل لها فولدنج بطريقه خاطئه اتجمعت مع بعض على شكل شيت لايك ستراكشر. شيت اسمه بيتا بليتد شيت. يعني زي لو احنا شايفين الفيجر دي ده يعني جايباها عشان اوريكم يعني ايه بيتا بليتد شيت. يعني انت فاكرين لما كنا زمان بنيجي احنا صغيرين نيجي نعمل مروحه بالورق ونفضل نتني الورق تانيات متطابقه ورا بعض ورا بعض بتبقى عامله زي الزجزاج كده في الاخر. ده منظر البيتا بليتد شيت. يبقى البروتينز اللي حصل لها ميس فولدنج سواء كانت اي نوع من الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها لما بيحصل لها ديبوزيشن في التيشو بتاخد شكل البيتا بليتد شيت. ده شكل البيتا بليتد شيت ده بيخلي البروتينز دي كبيره والانزيمز بتاعت الجسم مش قادره تكسرها ولا تتخلص منها فبيحصل لها ديبوزيشن في التيشو زي ما قلنا. والمنظر البيتا بليتد شيت ده هو المسؤول عن ال شكل الامايلويد لما بنشوفه في الانسجه زي ما هنشوف بعد شويه. طيب ازاي نعرف ان الاورجن ده فيه امايلويد بروتين؟ لو احنا سسبكت ان الاورجن فيه امايلويد بروتين حصل له ديبوزيشن بنعمل كذا ميثود عشان نتعرف عليه. ايه هي؟ اول حاجه لو احنا عندنا فريش تيشو، يعني انت لو عندك عينه مثلا كبد او عينه كلى وخدتها وانت عارف ان العيان ده ممكن يكون عنده امايلويد ممكن تعمل تيست بسيط في الاول ان كده تعمل حاجه اسمها تصبغ التيشوز دي بحاجه اسمها لوجلز ايودين. لما بتصبغ التيشو دي باللوجلز ايودين زي ما احنا شايفين في الصوره هنلاقي ان التيشو كله اتصبغ باللون الاصفر وهنلاقي الاماكن اللي فيها امايلويد ديبوزيشن بقت لونها بني زي ما احنا شايفين هنا الدوت اللي احنا شايفينها دي السايتس اوف امايلويد ديبوزيشن في حين ان ذا ريست اوف ذا تيشو اتصبغت لونها اصفر. لو احنا حطينا على اللوجلز ايودين ده 1% سلفوريك اسيد هنبص نلاقي ان التيشوز اتصبغت لونها اصفر والحتت اللي فيها ايودين بقت لونها بلو. يبقى اول حاجه لو احنا عندنا فريش تيشو عاوزين نتكت امايلويد فيها هنستخدم اللوجلز ايودين اللي هو بنصبغ بيه التيشوز الفريش هنلاقي ان التيشو كلها اتصبغت باللون الاصفر والسايتس اوف امايلويد بقت لونها براون. ولو احنا حطينا على اللوجلز ايودين دي 1% سلفوريك اسيد هنلاقي ان التيشوز مصبوغه باللون الاصفر والحتت اللي فيها الامايلويد بقت لونها بلو. طيب تحت الميكروسكوب او في الهيستولوجيك سيكشن ايه اللي بنشوفه في حالات الامايلويد ديبوزيشن في التيشو؟ لو احنا صبغنا الشريحه من الليفر او من الكيدني بال اتش اند اي اللي هي الروتين ستين عندنا هنلاقي الامايلويد ده حصل له ديبوزيشن في التيشو واخد شكل بيرد هوموجينيوس ماتيريال حصل لها ديبوزيشن في التيشو. لو عايزين نتاكد بنصبغه بالستين السبيسيفيك ليها اللي هي اسمها كونجوريد ونحفظ الاسم ده كويس. كونجوريد دي سبيشال ستين اللي هي سبيسيفيك للامايلويدوزيس الاماكن اللي فيها الامايلويد ديبوزيشن بتاخد لون اورنج ريد. عشان نتاكد منها بنحطها تحت عدسه اسمها بولاريزد لايت او ميكروسكوب معين اسمه بولاريزد لايت ميكروسكوبي. يعني الميكروسكوبات دلوقتي فيها العدسه دي او ميكروسكوبات او ميكروسكوب مخصوص اسمه بولاريزد لايت. بنحط الشريحه اللي احنا صابغينها بالكونجوريد دي اللي هي فيها الامايلويد ديبوزيشن واخد لون الاورنج ريد ونحطها تحت العدسه دي هنبص نلاقي ان الحتت اللي فيها امايلويد واخده حاجه اسمها جرين باي ريفرنجز يبقى لونها اخضر لامع لما بنشوفها تحت البولاريزد لايت ميكروسكوبي. ممكن نصبغها بحاجه اسمها ميثايل بايلوت اللي هي ميتا كروماتيك ستين
بنلاقي sites of amyloid deposition stained rose red في حين ان the rest of tissue is violet. ممكن نستخدم حاجة اسمها immunohistochemistry. immunohistochemistry اللي هو بن apply specific antibody specific للأميلويد بروتين ده, بيتحد البروتين الأميلويد بروتين اللي يعتبر antigen مع الانتيبودي اللي احنا حاطينه على التشو وبيعمل لنا كومبلكس. الكومبلكس ده ممكن نكشف عنه بكالورنج سبستانس, بتلاقي الاماكن اللي فيها الأميلويد واخده لون بني والريست اوف التشو واخد لون ازرق. واخر حاجه الالكترون مايكروسكوبي, هنشوف الصوره اللي احنا لسه شايفينها من شويه اللي هي شكل الاميلويد فايبرز الرفيعه اللي هي من 7.5 ل 10 نانومتر مترتبه جنب بعض زي ما احنا شفنا في الصوره قبل كده. يبقى لو عندنا شريحه فيها اميلويدوزيس وعاوزين نكشف عن وجوده هنعمل ايه؟ هنعمل اول حاجه لو صبغناها بالاتش ان بي اي هنلاقي ان احنا عندنا في بير ريد هوموجينيس ماتيريال ديبوزيتد ان تيشو, مش سبيسيفيك يعني شكلها مش هنقدر نحلف ونقول ان ده اميلويدوز. عشان نتاكد من ان ده اميلويد بروتين بنعمل صبغه سبيشال ستين اسمها كونجو ريد. الحتت اللي فيها الاميلويد بروتين بتتصبغ لونها اورنج ريد خلاص, وعشان نتاكد بنحطها تحت عدسه اسمها بولاريزد لايت ميكروسكوبي, بنشوف الحتت اللي كانت لونها اورنج ريد بكونجو ريد دي بتاخد لون اخضر لامع اسمه جرين باي ريفرنجنس. ممكن نستخدم حاجة اسمها ميثايل فايلوت ستيت, وممكن نستخدم ميونوهيستوكيمستري او نشوفها بالإلكتروميكروسكوبي. الصورة دي بتوضح شكل الأميلودوزيس في التشو. دي عندنا هنا سيكشن اوف ذا كيدني, شايفين الكيدني جلوميرولوس, ودي التوبيولز والبلود فيزلز اللي حوالين الكيدني. هنلاقي ان الأميلويد هنا حصل له ديبوزيشن في الكيدني جلوميرولاي وفي الوول بتاع البيزمنت ممبرين بتاع التوبيولز وفي الوول بتاع البلود فيزلز خلاص. شكله بالاتش ان دي عباره عن ايه؟ عباره عن هوموجينيوس ريد سبستانس او بينك هوموجينيوس سبستانس حصل لها ديفيزيشن في التشو. زي شايفين الاجزاء دي كلها عباره عن هوموجينيوس بينك سبستانس في التشو. هنا برضو في الوول بتاع التيبيولز البيزمنت ممبرين بتاع الفينال تيبيولز شايفين اللون البينك الغامق ده الامايلويد ماتيريال حصل لها ديبوزيشن في الوول بتاع التيبيولز في الوول بتاع البلاد فيزل ده بالاتش ان دي اي. عاوزين نتاكد يبقى احنا نصبغها بالسبيشال ستين السبيسيفيك للامايلويد اللي هي الكونجو ريد ستين, اللي هي بنلاقي الامايلويد ماتيريال هنلاقيها اورنج ريد ان كلر. اهو ده امايلويد الامايلويد هنا اهو في الرينال تيبيولز امايلويد ماتيريال اهي, وفي البلاد فيزل هنلاقي الامايلويد اللي حصل الديبوزيتد في التيشو واخد لون الاورنج ريد. عشان نتاكد ناخد الشريحه دي المصبوغه بالكونجوريد ونحطها تحت عدسه البولاريزد لايت. بنبص نلاقي الاماكن اللي فيها امايلويد اخدت حاجه اسمها شكل اسمه جرين باي ريفرنجنس اللي هو الاخضر اللامع ده اللي احنا شايفينه. يبقى كده بروف ان ده امايلويد ماتيريال حصل لها ديبوزيشن في التيشو. طيب ازاي الاميلويد بروتين بيعمل انجري للتيشو؟ يا اما بيعمل بريشر افكت ليدنج تو اتروفي اوف ذا ادجيسنت تيشو, يعني حصل له ديبوزيشن في الليفر وبدا يضغط على الخلايا الليفر اللي جنبه فبيعمل لها بريشر اتروفي بيموت الخلايا اللي جنبه. ده اول ميثود او اول طريقه بيعمل بيها انجري للتيشو. تاني حاجه ان هو ممكن يحصل له اكيوميليشن في الفيزل وول زي ما قلنا السايتس. وول تاني ايه هي السايتس اوف ديبوزيشن اوف اميلويد في التيشو؟ في الوول اوف ذا بلاد فيزل, في الريتيكولين فايبر, وعلى البيزمنت ميمبرين. فلما بيحصل له ديبوزيشن في البيزل وول بيعمل اسكيميا وبيعمل انكريز بيرميابيليتي. بيعمل اسكيميا ليه؟ بيخلي الفيزلز دي ليها نارو اليومن فبيعمل ديكريز في البلاد سبلاي اللي رايح للتيشو فبيعمل الاسكيميا. اسكيميا اللي هي ديكريز اوف ذا بلاد سبلاي اوف ذا تيشو. تاني حاجه بيعمل انكريز بيرميابيليتي, الوول بتاع البلاد فيزل بيبقى ان هيلثي فبيبقى بيرميابل فممكن يطلع منه السبستانس اللي هي اللي موجوده داخل البلاد فيزل فبيعمل انكريز بالميابيليتي للبلاد فيزل. ثالث حاجه ان هو ممكن يعمل دايركت سايتو توكسيسيتي, ان الاميلويد بروتين احيانا بيبقى سايتو توكسيك لسيرتن تيشوز زي اللايت تشين بروتين. زي ما قلنا في حالات الاميلويد لايت تشين بروتين ده بيكون توكسيك للكاردياك سيلز. اخر حاجه ان في بيتكون حوالين الاميلويد بروتين حاجه اسمها بيري فايبريلر اوليجومرز اللي هي بتكون انجيريت للتشو اكتر من الفايبرز نفسها زي في حالات الالزايمر ديزيز. يبقى دي الميكانيزم اللي هي بيعمل بيها الاميلويد بروتين انجري للتشو. لو جينا نتكلم عن الاميلويدوزيس كديزيز بنلاقيه ان هو بياخد كذا فورم.
بنقسمهم لايه؟ لوكاليزد وسيستميك او جنراليزد. السيستميك او جنراليزد بنقسمه لبرايمري سكندري واذر تايب. خلاص دي الجنرال كلاسيفيكيشن بتاعه الاميلويدوزز في لما كديزيز في التشو، اللي هو اول حاجه لوكاليزد، ثاني حاجه سيستميك او جنراليزد. السيستميك او الجنراليزد بنقسمه لبرايمري سكندري واذر تايب. هنعرف دلوقتي كل واحد بالتفصيل يعني ايه. Localized amyloidosis ان الامايلويد ديبوزيشن بيكون restricted to one organ for unknown etiology. خلاص يبقى localized معناها ايه؟ معناها ان الامايلويد حصل له ديبوزيشن في one organ بس. البيشنت presented with nodular tumor like mass or it may be evident only microscopically. خلاص يبقى الامايلويد هنا حصل له ديبوزيشن فين؟ في one organ بس، عشان كده بنقول عليه localized. الكوز مش معروف. بيجي العيان بريزنتد بايه؟ بريزنتد بنوديولار تيومر لايك ماس، عنده نوديول طالعه له في حته معينه في جسمه. لما نيجي نفحصها بتكون يعني بتلخبط انها ممكن تكون تيومر، لما نيجي نفحصها هنلاقيها ان هي دي عباره عن اميلويدوزيس مش تيومر. او احيانا ممكن ما يكونش بريزنتد باي حاجه ونكتشفها بالصدفه تحت الميكروسكوب. ايه السايتس اللي بيحصل فيها ديبوزيشن الاميلويد دي؟ التنج، اللانج، البرين، السكين، البلادر، اللونجز اند اراوند اي. دي السايتس اللي ممكن نلاقي فيها ديبوزيشن الاميلويد في حالات اللوكالايزد اميلويدوزز. الامثله على كده حاجه اسمها لارينجيال نوديول. لارينجيال نوديول دي كومن بتلاقيها، بنلاقي ان الفوكال كورس، احنا لو هناخد بعد كده طبعا الكلام ده هيكون عليكم صعب لان كنتوا لسه ما درستوش كتير من الكلام اللي احنا بنقوله، بس نحاول نفهمها بشكل مبسط مع بعض لغايه ما ندرس الكلام ده. لارينجيال نوديول يعني ايه؟ احنا عندنا الفوكال فولدز او الفوكال كوردس اللي هو الاحبال الصوتيه، ده عباره عن حاجه حاجتين كده مع جنب بعض في اللانكس بيفتحوا ويقفلوا، هما اللي عن طريقهم بيطلع الاصوات المختلفه. فاحيانا الفوكال فولدز دي بيحصل فيه ديبوزيشن الاميلويد عليه، عامل لنا سمول نوديول. لو ممكن العيان بيكون بريزنتد باي هورسنس فويس، بحه في الصوت، لما نيجي نفحص النوديول دي نلاقيها عباره عن اميلويد ماتيريال. في البرين في حالات الالزهايمر ديزيز، ودي من السيوريز اللي هي بيفسروا بيها حدوث الالزهايمر. لغايه دلوقتي مش معروف طبعا السبب الرئيسي او الحقيقي للالزهايمر، بس في البرين بتاع الناس اللي عند الاوتوبسي، لما بناخد اوتوبسي يعني عارفين ان احنا اوتوبسي يعني سبيسمن بناخدها من واحد ديد. لما بناخد الاوتوبسي بتاعت من برين بتاعت البرين بتاعت عيانين ماتوا نتيجه الزهايمر او ماتوا وكان عندهم الزهايمر قبل كده ونفحصها هنلاقي فيه الاميلويد ديبوزيشن في البرين تيشو بشكل كتير. خلاص فده من ضمن الاسباب اللي هي بتؤدي الى الاميلويدوز، بتؤدي للالزهايمر ديزيز. في بعض النيوبلازمز، نيوبلازمز يعني تيومر، الاميلويد بنلاقيه حصل له ديبوزيشن في بعض النيوبلازم زي الستروما اوف ميني اندوكراين تيومرز، زي حاجه اسمها ميدالري كارسينوما اوف ذا ثايرويد جلاند. كلمه نيوبلازم ايكوال تيومر، والتيومرز دي احنا زي ما هناخد بعد كام محاضره، في عندنا بيناين وفي عندنا مالجنس، وليها طبعا كل واحد بيبقى ليه اسم معين وليه تفاصيل كتيره جدا جدا في النيوبلازم، مش هنعرف مش 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 مجالها دلوقتي. بس نعرف ان في بعض الاستروما بتاعت بعض التيومر زي حاجه اسمها ميدالري كارسينوما اوف ثايرويد جلاند، ده تيومر مالجنس، تيومر بيطلع في الثايرويد جلاند. لو جينا نفحص الميدالري كارسينوما دي تحت الميكروسكوب هنلاقي كاركترستيكلي ان في ديبوزيشن للاميلويد في الاستروما بتاعه التيومر ده. الكوز بتاعه مش معروف، بس دي حاجه بنلاقيها في التيومر ده وبتساعدنا في تشخيص التيومر. يبقى نقول تاني اللوكاليزد اميلويدوزيس ده عباره عن ايه؟ ان الاميلويد ديبوزيشن بيحصل في وان اوريون بس، والبيشنت بريزنتد يا اما بتيومر لايك ماس او نوديول، او ان هو مش بنكتشفه لان لما احنا بنفحص التيشوز دي اندر ميكروسكوب. ايه السايت اللي بيكون فيها اللوكاليزد اميلويدوزيس؟ التنج، اللانكس، البرين، السكين، البلادر، اللونجز واراوند الاي. الاكزامبل عليها حاجه اسمها لارينجيال نوديول، وعرفنا يعني ايه لارينجيال نوديول. في حالات الالزهايمر ديزيز هنلاقي البرين فيه ديبوزيشن اوف اميلويد، واحنا زي ما لو نفتكر الاميلويد هنا نوعه ايه؟ نوع اميلويد بيتا بروتين. لو رجعنا للبايوكيميكال ستراكشرز بتاعت الاميلويد، وهنلاقيه في بعض في الاستروما بتاعت بعض التيومرز زي الميدالري كارسينوما اوف ذا ثايرويد جلاند. دي اللوكاليزد اميلويدوز. لو جينا نتكلم عن السيستميك او جنراليزد اميلويدوز، معنى كلمه سيستميك او جنراليزد يعني ان الاميلويد ديبوزيشن حصل في مالتيبل اورجانز ات ذا سيم تايم.
خلاص. يبقى هنلاقي لو جينا العيان اللي عنده سيستميك اميلودوز، لو فحصنا الكدني، لو فحصنا الليفر، لو فحصنا مالتيبل اورجنز ات ذا سيم تايم، هنلاقي فيها ديبوزيشن الاميلويد سبستانس. خلاص احنا قلنا بنقسمهم، بنقسم الجنرايزد للبرايمري سكندري واذر تايب. البرايمري ده بيكون رير ويجوالي اوكير ان اولد بيبول، وغالبا ما بيكون اسوشيتد مع المالتيبل مايلوما او اذر بي سيل بروفريشن. نيجي نشوف يعني ايه مالتيبل مايلوما. احنا قلنا ان اول نوع من الانواع بتاعه الامايلويد بروتين كان حاجه اسمها امايلويد لايت تشين بروتين او اي ال بروتين، وقلنا ده بيكون في حالات النيوبلاستيك بلازما سيلز. ان البلازما سيلز بيحصل فيها نيوبلاستيك ترانسفورميشن، يعني بتتحول من لمالجنت سيلز وبتعمل لنا تيومر. التيومر ده بنسميه مالتيبل مايلوما. المالتيبل مايلوما ده معمول من عدد كبير جدا من المالجنت بلازما سيلز او نيوبلاستيك بلازما سيلز، والسيلز دي بتنتج ابنورمال اماونت من الامايلويد لايت تشين بروتين اللي بيحصل له ديبوزيشن في التيشو على شكل امايلودوزز. ممكن مش بس البلازما سيلز المالتيبل مايلوما، لكن لو في بي سيل بروفيشن برضو، اي نيوبليزيا في البي سيلز، اللي احنا عارفين البلازما سيلز اصلا بالاوريجن بتاعها البي ليمفوسايتس، فلو البي سيلز برضو حصل فيها نيوبلاستيك ترانسفورميشن ممكن بتنتج لنا كميات كبيره من البلازما، من الابنورمال بروتين ده من البلازما سيلز النيوبلاستيك بلازما سيلز، واللي هي بالتالي بتنتج ابنورمال اماونت من الامايلويد لايت تشين بروتين اللي يحصل له ديبوزيشن في التيشو على شكل امايلويدوز. يبقى التايب بتاع الامايلويد بروتين هنا امايلويد لايت تشين بروتين. لما بيكون في عندنا الناس اللي عندهم مالتيبل مايلوما او بي سيل بروفيشن وحصل لهم وعندنا كميات كبيره من الامايلويد لايت تشين بروتين موجوده في التيشو، ايه الاماكن اللي بيحصل فيها ديبوزيشن للامايلويد ده؟ هنلاقيه في الهارت، في التانج، في الجي اي تي، في السكيلتال ماسل، وفي الكدني. يبقى العيان اللي عنده مالتيبل مايلوما وجينا فحصنا الاورجنز دي كلها في نفس الوقت هنلاقيها ان كلها فيها الامايلويد ديبوزيشن، عشان كده بنقول عليه جنرايزد او سيستميك. خلاص نلاقيه في الهارت، في التانج، في الجي اي تي، في السكيلتال ماسل، وفي الكدني. طيب احنا قلنا ان الامايلويد لما بيحصل له ديبوزيشن بيؤثر على الفانكشن بتاعه الاورجن، فلو حصل ان العيان حصل له ديث، السبب هنا في الوفاه بيكون نتيجه الكاردياك او رينال فيلير، نتيجه الديبوزيشن اوف امايلويد بروتين، زي ما هنشوف بعد شويه ليه بيحصل كاردياك فيلير او رينال فيلير. خلاص دي اول نوع من السيستميك او جنرايزد امايلويدوزز اللي هو برايمري امايلويدوز. النوع الثاني من السيستميك او الجنرايزد امايلويدوزز بنسميه سكندري امايلويدوزز او رياكتيف امايلويدوزز. ده بيكون سكندري لكرونيك ديزيز، العيان عنده كرونيك ديزيز لفتره طويله، وبعد كده على المدى الطويل يبدا يحصل له امايلويد ديبوزيشن في التيشو، يبقى ده سكندري للايه؟ للكرونيك ديزيز. ايه هي الكرونيك ديزيز اللي عند العيان؟ في حاجه اسمها روماتويد ارثرايتس، في حاجه اسمها كرونيك سبيوريتيف انفلاميشن. احنا هنعرف يعني ايه انفلاميشن بعد في المحاضرات اللي جايه، وهنعرف يعني ايه انواع الانفلاميشن، فنعرف دلوقتي من كلمه كرونيك سبيوريتيف انفلاميشن. امثله عليها حاجه اسمها برونكيكتيسيس، ده انفلاميشن بيجي في اللنج بيحصل فيه دايليتيشن وسبيوريشن في البرونكات. في حاجه اسمها كرونيك اوستيومايلايتيس، ده انفلاميشن في البون. بعد كده في انفكتيف جرانيلومات زي التي بي والليبروسي والسيفلس، برضو هنعرف في محاضرات الانفلاميشن يعني ايه كلمه جرانيلوما. في حاجه اسمها انفلاماتوري باول ديزيز، وفي بعض المالجنت تيومرز زي حاجه اسمها هوجكن ديزيز، ده نوع من الليمفوما، يعني مالجنت تيومر في الليمف نود اسمه هوجكن ليمفوما. معلش الكلام ممكن يكون عليكم صعب زي ما قلنا، لان انتوا الحاجات دي كلها مش واخدينها، بس نحاول نفهمها مع بعض. دي كرونيك ديزيزز، العيان عنده كرونيك ديزيز دي مستمره لفتره طويله، ونتيجه وجود الكرونيك ديزيز ده بيحصل امايلويد ديبوزيشن في التيشو. زي ايه كرونيك ديزيز؟ في حاجه اسمها روماتويد ارثرايتس، ده اوتو اميون ديزيز، بيحصل ديفورميتي للسمول جوينتس بتاعه الهاندز. في حاجه اسمها كرونيك سبيوريتيف انفلاميشن زي الكرونيك اوستيومايلايتس وبرونكيكتيسيس. كلمه كرونيك سبيوريتيف انفلاميشن هندرسها في المحاضرتين اللي جايين. برونكيكتيسيس ده ديزيز افكتنج ذا لونج، بيحصل فيه دايليتيشن في الانفلاميشن في البرونكات. في الكرونيك اوستيومايلايتس، ده من كلمه كرونيك اوستيومايلايتس، ده عباره عن انفلاميشن للبون والبون مارو. انفكتيف جرانيولوما، برضو كلمه جرانيولوما يعني ايه هنعرفها بالتفصيل برضو في الانفلاميشن. الامثله عليها التي بي والليبروسي والسيفلس. حاجه اسمها انفلاماتوري باول ديزيز، يعني ديزيز افكتنج الكولون والجي اي تي بشكل عام.
واشهرهم حاجه اسمها ألسرس كولايتس والكرونز ديزيز، وبعض المالجنت تيومر زي الهوجكن ديزيز او الهوجكن ليمفوما، ده نوع من التيومرز اللي بيحصل في الليمف نودز اسمه هوجكن ليمفوما. كل دول عباره عن كرونيك كونديشنز، العيان عنده الكونديشنز دي لفترات طويله يستتبعها في الاخر ديبوزيشن اوف امايلويد في التشو. ايه السايتس اللي بيحصل فيها ديبوزيشن؟ الكدني، ليفر، السبلين، والادرينال جلاند. خلاص يا جماعه، يبقى ده تاني نوع من الجنرايزد امايلويدوسيس. النوع الاولاني قلنا برايمري اللي هو بيكون في حالات المالتيبل مايلوما اللي هو اللي فيها ابنورمال لايت تشين بروتين زي المالتيبل مايلوما والبي سيل بروفريشن، والامايلويد هناك بيكون اسمه بنوعه ايه؟ امايلويد لايت تشين بروتين. هنا السكند الاميلودوزيس بيكون مع الكرونيك ديزيز المختلفه، وبيحصل ديبوزيشن للاميلويد زي ما قلنا في الكدني والليفر والسبلين والادرينال. اذر تايبس اوف جينرايزد اميلودوزيس، حاجه اسمها هيريدو فاميليا الاميلودوزيس، طبعا ليها كذا نوع مش مجال لذكرها دلوقتي. حاجه اسمها اميلودوزيس اوف ايجنج او سينايل اميلودوزيس، وحاجه اسمها هيموداياليسيس اسوشيتد اميلودوزيس. لو نفتكر ان احنا في الناس زي ما قلنا الناس اللي بيعملوا هيموداياليسيس يعني غسيل كلى لفترات طويله ممكن يحصل ديبوزيشن للاميلويد بروتين في التشو اللي هو نوعه اسمه بيتا 2 مايكروجلوبولين. ولو ان الكلام ده يعني قل دلوقتي لان الاجهزه بتاعه الدياليسيس بقت متقدمه، فممكن ما بيحصلش الهيريدو فاميليا الهيموداياليسيس اسوشيتد اميلودوزيس دلوقتي. هنبدا دلوقتي ندرس مختلف التيشوز اللي عندنا ونشوف شكل الامايلويد لما بيحصلوا ديبوزيشن والافكت بتاع الامايلويد ديبوزيشن على التيشوز المختلفه. هنبدا بالكدني، رينال امايلويدوزيس. كدني از ذا موست كومن اورجان انفولفد باي امايلويدوزيس. لو جينا نشوفها جروسلي هنلاقي الكدني بتكون انلارجد، لكن ممكن لو الكونديشن ليت بتبقى كونتراكتد. كونتراكتد يعني شرانكن في السايز، ففي الاول الكدني بتبقى انلارجد نتيجة الديبوزيشن اوف امايلويد. ليتر اون لما بيحصل الكونديشن بتستمر لفترة طويلة ممكن الكدني تبقى كونتراكتد او بتصغر في الحجم. ليه؟ لان بتحصل زي ما قلنا اسكيميا ريزلتنج فروم نارو فيزل ليومن. عرفنا كلمة يعني ايه اسكيميا؟ اسكيميا يعني ديكريز البلاد سبلاي اللي رايح للتشو. فهنا الامايلويد زي ما قلنا بيحصل له ديبوزيشن في البلاد فيزل، فممكن يعمل اسكيميا للكدني تشو وممكن يخليها كونتراكتد ليت. لو عملنا اخدنا كات سيكشن في الكدني هنلاقي ان هو في ميكشر ما بين لونين، لون البراون دوتس بتاعت الامايلويدوزيس في الجلوميرولاي، ولون يلو بيل يلو ستريكس في التيبيولز، وده نتيجه الفاتي ديجنريشن زي ما هنشوف بعد شويه. يبقى التيبيولز فيها فاتي ديجنريشن والجلوميرولاي فيها براون دوتس اوف امايلويد ديبوزيشن. طيب تحت الميكروسكوب هنلاقي الامايلويد في الكدني شكله ايه؟ احنا طبعا اتفقنا من قبل كده ان الامايلويد تحت الميكروسكوب بالاتش اند اي ستين سيكشن هنلاقيه عباره عن بينك هوموجينيوس ماتيريال حصل لها ديبوزيشن في التشو. الكدني زي ما احنا عارفين او مش عارفه انتوا لسه ما خدتوش لسه في الاناتو في الهيستولوجي، الكدني بتتكون من جلوميرولوس اللي هي عباره عن التافت اوف كابيلاريز، بتدخل كبسول كده اسمه بومون كبسول. الكابيلاريز دي عباره عن الدم اللي جاي من الجسم بيدخل الكبسول ده عشان يحصل له فلتريشن عشان يطلع منه الحاجات اللي احنا مش عاوزينها تنزل في اليورين، الحاجات اللي محتاجها الجسم بترجع تاني للايه للبلد وترجع تاني للجسم. فاهمها البروتين. دي الجلوميرولات اللي هي الوحده الرئيسيه في الكدني، بيجي لها الدم عن طريق حاجه اسمها افرنت ارتريول وبيطلع منها عن طريق حاجه اسمها افرنت ارتريول. خلاص، وحوالين الكدني الكبسول ده اللي حوالين الجلوميرولاي متصل بتيوبيولز بتنتهي ببروكسيمال وديستال كونجيوت تيوبيولز، بتنتهي بكولكتنج تيوبيولز، بتنتهي بعد كده انها في الاخر خالص اللي هي دي المجاري اللي بيطلع فيها بيتجمع فيها اليورين عشان ينزل بعد كده في اليورين. خلاص يا جماعه، ده سيمبلي الاستراكشر بتاع الكدني. لما بيكون في ديبوزيشن للامايلويدوزيس في الكدني بنلاقيه بيكون موجود في كذا في اكثر من مكان. ايه هي الاماكن اللي بيحصل فيها ديبوزيشن للامايلويد؟ بنلاقيه في الوول بتاع الارتريولز والفينيولز. زي ما احنا شايفين هنا الوول الامايلويد حصل له ديبوزيشن في الوول بتاع الارتريولز والفينيولز. الامايلويد لونه بينك هوموجينيس بالاتش اند اي ستين سيكشن واورنج يلو واورنج ريد بالكونجريد ستين. عمل لنا ايه هنا؟ مخلي الفيزل دي سيك وول ونارو ليومن. ده بيعمل ايه؟
بيعمل اسكيميا للتيشوز بتاعت الكدني. اسكيميا للتيشو بتاعت الكدني يعني ديكريز البلاد سبلاي اللي رايح للتيشوز بتاعت الكدني. من ضمن التيشوز دي الكدني تيبيولز، لما بيحصل لها ديكريز في البلاد سبلاي اللي رايح لها بيحصل فيها حاجه اسمها ايه؟ فاتي تشينج. عارفين الكلام ده من المره اللي فاتت، احنا قلنا مين ميكانيزم اللي بتؤدي الى حدوث الفاتي تشينج؟ هو الهايبوكسيا. فهنا التيبيولز بتاعت الكدني بتكون سفر فروم هايبوكسيا نتيجه الاسكيميا نتيجه الديبوزيشن اوف اميلويد سبستانس في الوول بتاع البلاد فيسل. بعد كده لما بنلاقي في التيبيولز فيها فاتي تشينج وممكن على اللونج ران بيحصل فيها تيوبولار اتروفي. تاني حاجه نتيجه الديبوزيشن بتاع الاميلويدوزز ده في التيبيول في البلاد فيزلز والاسكيميا في الكيني تيشو بيحصل هايبر تنشن. ليه هايبر تنشن؟ احنا عندنا يعني الكلام ده ممكن يكون يعني لسه ما خدتوهوش، بس نعرف في حاجه اسمها جاكستر ابريتوس. ده مهم ان هو بيقيس البلاد سبلاي اللي رايح للتيشو وبيظبط البلاد بريشر على هذا الاساس. المهم هي ميكانيزم معينه كده هتاخدوها في الفيسيولوجي. فلما بيكون في دي اسكيميا في التيشو ده ريفلكتد انه بيحصل هايبر تنشن عند العيان. واخر حاجه الرينال، ممكن يعمل رينال فيلير نتيجه ايه؟ ديفكتيف فانكشن للكدني نتيجه الاسكيميا اللي هي نتيجه البلاد فيزل اللي حصل فيها ديبوزيشن الاميلويد. تاني مكان بيحصل له ديبوزيشن الاميلويد فيه اللي هو البيزمنت ميمبرين بتاع الجلوميرولار كابيلاريز. احنا قلنا دي الجلوميرولاس، الجلوميرولاس دي عباره عن كابيلاريز موجوده في سبيس. الكابيلاريز دي عباره عن بلاد فيزلز. احنا قلنا من ضمن الاماكن اللي بيحصل فيها ديبوزيشن الاميلويد هو البيزمنت ميمبرين بتاع الرول بتاع البلاد فيزل. فده بيعمل ايه؟ بيخلي الفانكشن بتاعه البلاد فيزلز دي مش نورمال. يعني ايه؟ احنا قلنا الفانكشن بتاعه الجلوميرولاي انها بتعمل فلتريشن للدم. فلتريشن للدم يعني بتطلع من الدم الاشياء اللي مش عاوزينها وبترجع للدم الحاجات اللي احنا عاوزينها واهمها البروتين. فلما تكون الفانكشن دي مش مظبوطه وتلاقي الوول بتاع البلاد فيزل بيكون البرميابيليتي بتاعته مش مظبوطه، فهنلاقي فيه لوس اوف بروتين من الدم وينزل في اليورين. عندنا حاجه اسمها بروتين يوريا، يعني بروتين ان يورين، وده بيؤدي الى ديكريز الاماونت بتاعه البروتين الموجوده في الدم اللي بنقول عليها هايبو بروتينيميا. والكونديشن دي اللي بيكون فيها هايبو بروتينيميا وقديمة دي ديزيز اسمه نيفروتيك سندروم. الكلام ده كله هناخده بالتفصيل السنين اللي جايه يا جماعه، فما نقلقش. نعرف بس الكلمتين البساط اللي احنا عاوزين نكون تعرفوهم دلوقتي. واخر حاجه ان احنا بنلاقيه بيحصل له ديبوزيشن في الوول بتاع في البيزمنت ميمبرين بتاع الكولكتنج تيبيولز. احنا قلنا الجلوميرولس طافت دي بتنتهي البومن سبيس ده اللي موجوده فيه الكابيلاري طافت اللي عامله الجلوميرولس بتنتهي بحاجه اسمها بروكسيمال كونفوليوت تيبيولز ديستال كونفوليوت تيبيولز كولكتنج تيبيولز. كولكتنج تيبيولز وظيفتها انها تسحب الميه الزياده اللي نازله في التيبيولز دي وترجعها للجسم. فلما بيكون التيبيولز دي حصل فيها خلل نتيجه الديبوزيشن الاميلويد فيها، فهنلاقي العيان بيكون عنده كونديشن اسمها ديابيتس انسيبيدس اللي هو نوع من الديزيزز اللي بيكون فيه بوليوريا، يعني لوس اوف كميات كبيره من الووتر من الووتر في اليورين. فبنلاقي العيان عنده كميات كبيره من اليورين وحاجه اسمها بوليوريا. خلاص نعرف اهم حاجه نعرفها ان احنا نشوف الاماكن اللي هي حصل فيها ديبوزيشن للاميلويد في التيشو بتاعه الكدني ايه هي؟ الوول بتاع البلاد فيزلز، الوول بتاع البيزمنت ميمبرين بتاع الجلوميرولاي بتاعه الكابيلاريز اوف ذا جلوميرولاي، والبيزمنت ميمبرين بتاع الكولكتنج تيبيول. كل واحد من دول ليه الافكت بتاعته. زي ما احنا شايفين هنا برضو دي صوره ثانيه للكدني تيشو اللي فيها اميلويد ديبوزيشن. دي الجلوميرولاي يا جماعه، ودي البلاد فيزل والتيبيولز. هنلاقي هنا الاميلويد اللي هي الحاجات الحاجات البنك دي اللي هي ستراكشر ليس موجوده في التيشو، هنلاقيها في الكابيلاري بتاعت الجلوميرولاي في الوول اوف بلاد فيزل، لدرجه ان الوول هنا تقريبا قفل من كتر الديبوزيشن اوف الاميلويد. هنلاقيها في الوول بتاع التيبيولز ده بالاتش اند اي تحت في الكونجريت، هنلاقيها واخده اللون الاورنج ريد اللي احنا قلنا عليه. لو شفناها تحت البرايد لايت هنلاقيها واخده اللون الجرين باي فرنجز اللي هو الاخضر اللامع. الافكت اوف اميلويد ديبوزيشن على الكدني مهم ان احنا نعرف انه ده ممكن يعمل لينا الفيلير. از ا كومن كوز اوف ديث ديو تو اميلويدوز.
لما نيجي نشوف الهيباتيك اميلويدوزيس اللي هو ديبوزيشن اوف اميلويد في الليفر، هنلاقي جروسلي الليفر بيكون انلارجد هيفي فيرم اند ربري. تحت لما ناخد فيه كات سكشن بنلاقي ان الاميلويد ديبوزيشن واخد شكل براون، واخد شكل لايت براون ستريكس اوف اميلويد. تحت الميكروسكوب هنلاقي الاميلويد حصل له ديبوزيشن فين. احنا زي ما اتفقنا ان الاميلويد بيحصل له ديبوزيشن في ثلاث اماكن، في الوول اوف بلاد فيزل، البيسمنت ميمبرين، والسكرين فايبر، عمال احفظكم فيه. يبقى هنا هنلاقيها فين؟ في الوول اوف هيباتيك ارتيولز اند فينيولز، وده بيخلي ليها سيك وول ونرف هيومن. في الوول اوف ساينوسويدز اللي هو حاجه اسمها سبيس اوف دي سي، بيعمل بريشر اتروفي على الادجيسنت هيباتوسايت. وممكن في الاخر بيكون توتال ريبليسمنت اوف لارج ارياز اوف ليفر سيلز باي اميلويد ماتيريال. الايفكت اوف اميلويد هنا بيحصل في الهيباتيك ديسفانكشن بيكون سلايت، والليفر فيلير از ريل. لو جينا نشوف هنا دي السيمبل دياجرام للستراكشر بتاع الليفر. الليفر بيكون في هنا سنترال بين بديدنج منه كوردز اوف هيباتوسايت، وفي على البريفري حاجه اسمها بورتر تراكت بيكون فيها برانش من الهيباتيك بين وبرانش من الهيباتيك ارتري وبورتر تراكت. الهيباتوسايت بين الكوردز بتاعت الهيباتوسايت حاجه اسمها ساينوسويد. خلاص، يبقى الديبوزيشن اوف اميلويد سبستانس بيحصل فين؟ بيحصل في الوول بتاع البلاد فيزل، هيباتيك ارتري، هيباتيك فين، والسنترال فين. بيحصل في الوول بتاع الساينوسويدز هنا ما بين الهيباتوسايتس، يبدا يتجمع الاميلويد وبيبدا يعمل بريشر اتروفي على الادجيسنت هيباتوسايت. خلاص، زي ما احنا شايفين هنا الاميلويد ده هي حاجات اللي لونها هوموجينيوس بينك ان كلر، والهيباتوسايتس هنا المفروض الهيباتوسايتس كلها بتكون متصله جنب بعض زي في الاجزاء دي. هنا الاميلويد جه وبعد الهيباتوسايتس من بعض وعمل بريشر اتروفي على الادجيسنت هيباتوسايتس، وبدا يبقى ريبليس الهيباتوسايتس، وممكن زي ما قلنا فاينلي بنلاقي الليفر كله تحول لاميلويد ماتيريال. ده منظرها بالايه، بالاتش اند اي، بالكونجريت ستين. خلاص، نيجي نشوف السبلينيك اميلويدوزيس. لما بيحصل اميلويد ديبوزيشن في السبلين ده بياخد وان اوف تو فورمز، يا اما فوكال اميلويدوزيس او فوكال تايب بنسميه ساجو سبلين، او ديفيوز تايب اللي هو اسمه لاردشيا سبلين. الاميلويد ديبوزيشن في الفوكال تايب بنلاقيه بيحصل له ديبوزيشن في الوول اوف ذا سنترال ارتيولز. ايه هي السنترال ارتيولز يا جماعه؟ احنا عندنا السبلين بيتكون من حاجه اسمها وايت بالب وريد بالب. وايت بالب دي اللي هي معموله من الليمفويد فوليكلز، اللي هي يعني ايه ليمفويد فوليكل؟ يعني راوندد بوديز كده مكونه من اجريجيتس اوف ليمفوسايتس. الليمفويد فوليكلز بتاعه السبلين بيكون فيها في النص حاجه اسمها سنترال ارتيول، بلاد فيزل اسمه سنترال ارتيول. ده الوايت بالب. الريد بالب بيتكون من بلاد ساينوسويد. بلاد ساينوسويد يعني بلاد سبيسز ماليه الريد بالب. فاحنا لما بيحصل الفوكال تايب اوف اميلويدوز في السبلين اللي هو اسمه ساجو سبلين، بنلاقي ان الاميلويد ماتيريال بيحصل ديبوزيشن في مكان معين. ايه هو؟ الوول اوف ذا سنترال ارتيول. لو جينا شفنا السبلين في الحالات دي بنلاقيه مودريتلي انلارجد. الديفيوز تايب ده ليس كومن، بنلاقي ان الاميلويد بيحصل له ديبوزيشن فين؟ بتحصل له ديبوزيشن في الوول اوف ذا ساينوسويدز اوف ذا ريد بالب. احنا يعني زي ما قلنا الفوكال بس في البلاد فيزل بتاع السنترال ارتيول اللي هو موجود فين؟ موجود في الليمفويد فوليكلز اللي هي عامله الوايت بالب بتاعت السبلين. موست اوف ذا سبلين متكون من الريد بالب اللي هو عباره عن بلاد ساينوسويدز او بلاد سبيسز اللي بيحصل فيها تجمع الدم اللي بيجي للسبلين عشان يعمل له ايه؟ احنا عارفين السبلين زي ما كان لتجمع الدم اللي جاي من كل الجسم. فالوول بتاع البلاد ساينوسويدز اللي هي بتاعت الريد بالب لما بيحصل فيها ديبوزيشن الاميلويدوزيس بنلاقيه فين؟ في الوول بتاع البلاد ساينوسويدز اوف ذا ريد بالب. وبالتالي السبلين هنا هنلاقيه ماركدلي انلارجد. زي ما احنا شايفين هنا دي ده النورمال سبلين، ان احنا هنلاقي فيه عندنا وايت بالب معمول من الليمفويد فوليكلز، والليمفويد فوليكلز دي فيها بلاد فيزل اسمه سنترال ارتيريول، والريد بالب عباره عن بلاد سبيسز، كل دول عباره عن بلاد سبيسز. خلاص، في الفوكال تايب بنلاقي ان الاميلويد ديبوزيشن بيحصل له بيكون موجود في السنترال وول بتاع السنترال ارتيول، بس بياخد الحته دي اللي هي الوول بتاع السنترال ارتيول. فبنلاقي السنترال ارتيول هنا ليه سيك وول ونارو ليومن، وفي هوموجينيوس بينك ماتيريال اللي هي الاميلويد ماتيريال ديبوزيتد على الوول بتاع السنترال ارتيول. ده منظر الساجو سبلين بالجروس بيكشر اللي احنا قلنا عليها. لما بنصبغه باللوجرز ايودين بنلاقي
بيجي كله الصبغ باللون الاصفر، والحتت اللي فيها امايلويد ديبوزيشن حصل لها هنلاقيها واخده اللون البني. في حين ان الديفيوز تايب بنلاقيه بيحصل له ديبوزيشن في اللون بتاع البلاد سيناسويد، اللي هي كل واحد من دول عباره عن بلاد بيس او بلاد بيزل، فهنلاقي الوول بتاع البلاد بيزل دي كلها بقي فيها ديبوزيشن للامايلويد ماتيريال، فبالتالي بنلاقي السي بيكون ماركت للانرجي تيليسكوب. البرين اميلودوزز، احنا قلنا البرين اميلودوزز اكتر على طول لما نسمع كلمه برين اميلودوزز نحط جنبها ايكوال الزهايمر ديزيز. يبقى في البرين هنلاقي الاكستراسيلولار ديبوزيشن في الاميلويد في الزهايمر ديزيز بيعمل لنا ديمنشيا في الاولد ايج، وده اللي احنا نوع الاميلويد هنا زي ما قلنا اميلويد بيتا بروتين. يبقى نخلي بالنا ان الاميلويد ديبوزيشن في البرين ده من اهم الاسباب اللي بتؤدي الى الزهايمر. هنلاقي الاميلويد ده البرين تيشو، هنلاقي الاميلويد ديبوزيشن هنا عامل لنا حاجه اسمها تانجلز في البرين تيشو اللي هي نتيجه ديبوزيشن الاميلويد اللي هو نوعه اميلويد بيتا بروتين. ادرينال اميلويدوزز، ممكن اميلويد ديبوزيشن بيحصل في الكورتكس اوف ذا كيدني اوف ذا ادرينال جلاند، وبنلاقي الجلاند انلارجد، ولو عمل لنا ولو كان باي لاترال اكتشن ممكن يدينا ادرينال ديزيز اللي هو ايه ادرينو كورتيكال ديفيشنسي او انسفيشنسي. احنا عندنا الادرينال جلاند بتتكون من كورتكس ومظله. الكورتكس دي زي ما احنا تفتكروا من الكلام حتى بتاع ثانوي فيها ثلاثة زونز، وكل زون بتفرز هرمونات معينه، خلاص الادرينالين والنور ادرينالين والكورتيكويد والكلام اللي احنا واخدينه في الثانوي. بغض النظر عن التفاصيل ان احنا بنلاقي في الادرينال اميلودوزز بنلاقي الاميلود ديبوزيشن موجود فين؟ في الكورتكس اوف ذا جلاند، وبنلاقي الجلاند بتكون انلارجد. ولو كان هو باي لاترالي افكتد يعني التو ادرينالز هما الاثنين فيهم اميلود ديبوزيشن اكستنسيف اميلود ديبوزيشن، احنا قلنا الاميلود لما بيحصل له ديبوزيشن بيعمل بريشر اتروفي على السراوندنج تيشو فبيلغي وجودها، فبنلاقي الادرينال كورتكس مش قادره تفرز التيشوز اللي فيها حصلها ديستركشن ومش قادره تفرز الهرمونات بكميه كافيه، فبتعمل حاجه اسمها اديزون ديزيز. الجي اي تي اميلودوزز كومن كان افكت اني تايب، احنا قلنا الطنج من الحتت اللي بيحصل فيها اللوكاليزد اميلودوزز، وفي الحاله دي ممكن يعمل لها حاجه اسمها ماكرو جلوسيا. جلوسيا يعني طنج، ماكرو يعني كبير، ماكرو جلوسيا يعني لارج طنج. ممكن يحصل في الانتستين وبيعمل لنا ميوكوزا الاتروفي، وميكوزا الاتروفي ده يعني الميكوزا بتاعه الانتستين هي المسؤوله عن ابزوربشن، بتكون فيها اتروفي فبالتالي ما بتقدرش تقوم بوظيفتها، فممكن يعمل مال ابزوربشن، ممكن يعمل انتستينال اوبستراكشن لو هو حصل له ديبوزيشن بكميات كبيره بحيث قفلت او عملت بارشال اوبستراكشن لليومن بتاع الانتستين، بيعمل لنا حاجه اسمها انتستينال اوبستراكشن، ممكن يعمل هيموريج وممكن يعمل دياري. كاردييك اميلودوزز، ان الهارت بنلاقيه انلارجد والسيك فيرم كاردييك ماسلز. كلينيكالي ممكن يعمل كاردييك اريزميا، كاردييك اريزميا يعني خلل في ضربات القلب. ليه؟ نتيجه ان في عندنا كوندكشن سيستم في الهارت، بتطلع الامبلس من حته معينه في الهارت وبتمشي في فايبرز كده عشان تعمل بتدي الاستيمولس اللي تعمل كونتراكشن للمسلز بتاعت الهارت. فلو في اميلودوزيس بيعطل المسار بتاع الامبلس ده فبيعمل حاجه اسمها اريزميا. وممكن يعمل هارت فيلير لو هو يعني اكستنسيف اميلودوزز، حصل له ديبوزيشن ما بين الكاردياك فايبرز او كاردياك ماسلز فمش قادره تعمل كونتراكشن بالشكل الطبيعي فبيعمل حاجه اسمها هارت فيلير. كده انتهينا من الاميلودوزز وعرفنا اهم حاجه فيه ان هو ده مش عباره عن ديزيز واحد، لكن ده عباره عن جروبز اوف ديزيز بيحصل فيها ديبوزيشن الاميلويد بروتين اللي هو جروبز من برضو من الكيميكال ستراكشرز المختلفه اللي كلها بتشترك مع بعض زي ما قلنا بان هي بيحصل لها ديبوزيشن في التيشو بشكل معين بيكون اسمه بيتا بليتد شيت، اللي هو بيخلي التيشو ان ايبل تو ديستراكت ذيس بروتينز وبالتالي بيحصل لها ديبوزيشن. خلاص دي اهم كلمه انا عاوزاكم تفهموها في الموضوع. هنيجي نشوف التشينج اللي بعد كده او الحاجه الثانيه في موضوع النهارده اللي هو الهايلاين تشينج او هايلينوزيس. يعني ايه هايلاين تشينج؟ ده عباره عن مورفولوجيكال الترشنز اوف سيلز اند اكسترا سيلولار سبستانس مايكروسكوبيكالي سين از هوموجينيوس ستراكشر للسبستانس ستيند برايت بينك ويز ليوسين. كل كلمه هنا ليها معنى. يعني ايه هايلينوزيس؟ ده عباره عن مورفولوجيكال الترشنز
يعني ايه؟ يعني جاست مورفولوجيكال. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه حصل لها ديبوزيشن في التيشو، ما فيش ابنورمال ماتيريال حصل لها ديبوزيشن، ده جاست ان شكل الخلايا او الاكسترا سيلولار تيشو تحول من الشكل العادي بتاعها، بقت لونها برايت بينك ستيند برايت بينك ويز اتش اند اي ستين سيكشن. خلاص، يبقى هنا مفيش حاجه حصل لها اكيوميليشن، يعني هو ده عباره عن مورفولوجيكال التريشن لكن مش اكشوال اكيوميليشن اوف سنسز ان تيشو، جاست شكل تغير في شكل الخلايا فور ان نون ريزون. خلاص يا جماعه. طيب احنا بنلاقي المورفولوجيكال تشينج ده بيحصل في السيلز في الاكسترا سيلولار سبيسز. لو نفتكر تاني ونقول الكلاودي سويلنج والهايلاين والهيدروبيك ديجنريشن والفاتي تشينج كان اكيوميليشن اوف سبستانسز ان سيلز، الاميلويد ماتيريال كان ديبوزيشن اوف اميلويد بروتين في الاكسترا سيلولار تيشو، الهايلاين تشينج ده ما فيش حاجه حصل لها ديبوزيشن ولا اتجمعت ولا اي ابنورمال ماتيريال موجوده، لكن جاست مورفولوجيكال تشينج في التيشوز. المورفولوجيكال تشينجز دي بتخلي الخلايا والاكسترا سيلولار تيشو يبقى بياخد الاثنين التيشو السيلز والاكسترا سيلولار سبيسز بيقى لونها برايت بينك ويز هيماتوكسين اند يوسين ستين، وموجوده فيه حاجه هوموجينيس ستراكشرلس. السايت افكتنج زي ما قلنا السيلز والاكسترا سيلولار تيشو، يبقى بيأفكت الكونكتيف تيشو والبارينكيماتس سيلز. يبقى لو جينا نقسم انواع الهايلينوزيس، في عندنا سيلولار هايلينوزيس اللي هو افكتنج السيلز اوف ذا اورجنز، وفي كونكتيف تيشو هايلينوزيس. نقول تاني الهايلينوزيس مفيش ابنورمال ديبوزيشن او اكيوميليشن اوف سبستانسز، جاست مورفولوجيكال تشينج اوف ذا تيشو، بيخلي التيشو دي بيبقى لونها برايت بينك هوموجينيس ان كلر لما بنصبغها بالاتش اند اي ستين سيكشن. ايه السبب؟ مش معروف. السيلولار هايلينوزيس هناخد امثله، معلش الامثله دي ممكن تكون صعبه عليكم لان الكلام ده يعني ما لسه ما تطرقتوش ليه او ما درستوش بالتفصيل في المواد الثانيه، لكن نحاول نفهمها مع بعض. سيلولار هايلينوزيس يعني زي ما قلنا السيلز تحولت وبقي شكلها برايت بينك ان كلر، بنلاقيها في كذا حاجه، بنلاقيها في الايليت سيلز اوف لانجر هانز بتاعه البنكرياس في حالات في الناس اللي عندهم دايبيتس ميليتس. ايه السبب؟ مش معروف. لو فحصنا الايليت سيلز اللي هي مسؤوله، احنا عندنا البنكرياس، البنكرياس عباره عن اكسوكراين بنكرياس واندوكراين بنكرياس. اكسوكراين اللي هو بيفرز الانزيمز اللي هي مسؤوله عن عمليه الدايجيشن، اللي هي بتتفرز في الجي اي تي عشان تعمل تساعد في عمليه الدايجيشن. الاندوكراين بنكرياس اللي هو بيفرز الهرمون زي الانسولين والجلوكاجون والكلام اللي احنا عارفينه كويس من ايه من الاحياء بتاعه السنه. لو جينا شفنا الايليت سيلز في الناس اللي عندهم اللي هي مسؤوله عن افراز الهرمونز اللي هي الاندوكراين بنكرياس في الناس اللي عندهم دايابيتس، هنلاقي ان الخلايا بتاعه الايليت سيلز دي بقى لونها هوموجينيس بينك برايت بينك ان كلر فور انون ريزون. زي ما قلنا في حاجه اسمها كوربورا اميليشيا في السينايل هايبر بليزيا اوف ذا بروستيت. البروستيت اللي هي عباره عن ميل جينيتال اورجان في الميل جينيتال تراك، بيحصل فيها حاجه اسمها سينايل هايبر بليزيا في الاولد ايج، بنلاقي فيها عند ناس كتيره معظم الناس بيحصل عندهم تضخم في البروستاتا. لو جينا فحصنا السينايل هايبر بليزيا اوف ذا بروستيت دي تحت الميكروسكوب، هنلاقي ان السيناي الجلاند بتاعت البروستيت متجمع جواها سكريشن واخد شكل لونه برايت بينك ان كلر وهوموجينيس وستراكشرلس اسمه كوربورا اميليشيا. خلاص. بعدين في عندنا حاجه اسمها راسل بوديز اللي هي بلازما سيلز ان كرونيك انفلاميشن زي الراينوس كروما. راينوس كروما ده عباره عن ديزيز كرونيك ديزيز افكتنج النوز والنيزوفارنكس. الديزيز ده عباره عن كرونيك انفلاميشن. الكرونيك انفلاميشن ده كاركترايزد باي ان احنا لما بنشوفه تحت الميكروسكوب هنلاقي فيه لارج نمبر من البلازما سيلز، وبعض البلازما سيلز بقى لونها بينك وبرايت بينك ان كلر وبنسميها راس البوديز. ايه السبب؟ برضو ايه فور انون ريزون. في حاجه اسمها زينكرز ديجنريشن اللي هو هايلاين ديجنريشن للفولنتري ماسلز ان سام انفكشن ديزيز. لو جينا شفنا بعض الفولنتري ماسلز الناس اللي حصل لهم انفكشن ديزيز هنلاقي الفايبرز بتاعت الماسلز دي بقى لونها برايت بينك الكلر، بنسميها زينكرز ديجنريشن. بنلاقي الليفر سيلز في الناس اللي عندهم الكحوليك سيروزز بنسميها مالوري هايلاين بوديز. خلاص، الامثله دي حاول نعرفها بقدر الامكان، معلش هي الكلام ممكن يكون صعب عليكم بس هنا حاولت ابسطها لكم شويه. نيجي نشوف الصور دي السينايل بروستاتيك هايبربليزيا.
او benign prostatic hyperplasia. دي بروستيت، والبروستيت عباره عن acinetic بتفرز secretions. اليومن بتاع الاسيناي في بعض الناس اللي عندهم سيناي او بيناين بروستاتيك هايبربليزيا بنلاقي فيه تجمع من سكريشنز من سبستانس كده لونها برايت بينك ان كلر اسمها كوبورا اميليشيا. برضو ده البنكرياس وده الاكسوكراين بنكرياس اللي هو اسيناي بتفرز الهرمون الانزيم، وفي الاندوكراين بنكرياس اللي هو الخلايا اللي بتفرز الهرمونز. لو فحصنا البنكرياس في ناس عندهم ديابيتس هنلاقي بعض الخلايا بتاعت الايلت سيلز بيقولونها برايت بينك ان كلر، حصل فيها هايلاين تشينج فور انون ريزن. دي حاجه اسمها راينو سكلروما. راينو سكلروما ده عباره عن كرونيك انفلاميشن في النوز، بنلاقي فيه لارج نمبر من البلازما سيلز. بعض البلازما سيلز بيقولونها برايت بينك ان كلر وعملت لنا حاجه اسمها راسل بوديز. يعني احنا لو قارنا البلازما سيلز النورمال اللي هي بتكون حجمها صغير كده وليها السيتوبلازم بتاعها اسمه انفوفيليك سيتوبلازم، قارناها بالبلازما سيل دي هي كبرت وبيقولونها برايت بينك ان كلر اللي هي الايه الراسل بودي. خلاص دي كلها امثله على الهايلاين تشينج. زي ما قلنا الهايلاين تشينج ده مورفولوجيكال تشينج ملهوش علاقه بديبوزيشن باي ابنورمال سبستنس في التيشو، جاست ان احنا بنلاقي الخلايا شكلها اتغير او الكونكتيف تيشو شكله اتغير وبيقولونه برايت بينك ان كلر. النوع الثاني من الهايلاين تشينج احنا قلنا الاول اول حاجه اسمها سيلولار هايلينوزيس بي افكتنج السيلز، كونكتيف تيشو هايلينوزيس افكتنج كونكتيف تيشو. هنلاقيه فين؟ هنلاقيه في الوول بتاع البلاد فيزل، الوول اوف بلاد فيزلز في الحالات الاثيروسكلروزيس اللي هو تصلب الشرايين، في الوول بتاع البلاد فيزلز في الناس اللي عندهم بيناين هايبر تنشن، في الوول بتاع البلاد فيزلز اللي هي الكيدني الجلوميرولاي اللي هي عباره عن كابيلاري زي ما قلنا كابيلاري طفت، يعني نوع من البلاد فيزلز الكيدني جلوميرولاي في العيانين اللي عندهم حاجه اسمها كرونيك ديفيوز جلوميرولونفرايتس، ده نوع من الكيدني ديزيز اللي هناخده بالتفصيل بعدين. بنلاقي الكيدني جلوميرولاي فيها بعضها حصل فيه هايلاين تشينج. السنترال ارتيريول اوف سبلينيك ليمفويد فوليكلز في الاولد ايج، والاوفري في الاولد فيميل اللي هي حاجه اسمها كوربس البيكا. ممكن الاولد سكار والكيلويدز، هنعرف يعني ايه سكار والكيلويد برده لما ناخد الانفلاميشن، ممكن نلاقي فيها هايلاين تشينج في بعض التيومرز زي الليومايوما، الليومايوما او الفايبروميوما او الفايبرويد تيومر كلها نفس الاسم، برضو هناخدها هناخد الكلام ده بالتفصيل في التيومرز. ده نوع من البناين تيومرز بيحصل في اليوترس فيري كومن اللي هو اللي بنسميه الاورام اللي فيها في اليوترس دي، لو فحصناها تحت الميكروسكوب هنلاقي فيها اجزاء حصل فيها الهايلاين شيج دي زي ما قلنا فور انون ريزون. معلش نعيد تاني، ده الوول بتاع السنترال ارتيريول اوف ذا سبلين هنلاقي فيه هايلاين تشينج، الوول بلونه برايت بينك ان كلر. طب نفرق بينه وبين الاميلويدوزز اللي بيجي في نفس المكان هنا ازاي؟ زي ما قلنا بنصبغ بالكونجوريد، لو اتصبغ بالكونجوريد واخد الاورنج يلو اورنج ريد كلوريشن وشفناها تحت البرايتد لايت بقت لونها جرين بايريفرينجر يبقى ده معناها اميلويد، لو ما اتصبغش بالكونجوريد يبقى ده عباره عن هايلاين تشينج، لان هايلاين تشينج جاست مورفولوجيكال تشينج زي ما قلنا بدون اي ديبوزيشن لاي سبستانس في التيشو. بعد كده عندنا هنا الليومايوما اللي هي البناين ميزوديرمال تيومر بيطلع في اليوترس زي ما قلنا فيري كومن تيومر، هنلاقي فيه لو فتحت الميكروسكوب فحصلنا هنلاقي فيه لارج ارياز من التيومر ده اتحولت بلونها برايت بينك ان كلر حصل فيها هايلاين تشينج. اخر موضوع عندنا النهارده اللي هو الباثولوجيكال كالسيفيكيشن. ديفينيشن اوف باثولوجيكال كالسيفيكيشن ده عباره عن باثولوجيكال ديبوزيشن اوف كالسيوم سولتس كالسيوم فوسفيت او كالسيوم كربونيت ان سايتس اذر ذان بون اند تيث. عندنا البون تيث ده نورمال ان احنا نلاقي فيها كالسيوم ديبوزيشن في الجسم. لو لقينا الكالسيوم ديبوزيشن حصل في اماكن اماكن ثانيه غير البون والتيث يبقى ده معناه باثولوجيكال كالسيفيكيشن. يبقى باثولوجيكال ديبوزيشن اوف كالسيوم سولت كالسيوم فوسفيت او كالسيوم كربونيت ان سايتس اذر ذان بون اند تيث. ايه الانواع الباثولوجيكال كالسيفيكيشن؟ في عندنا نوعين كبار اللي هو حاجه اسمها ديستروفيك كالسيفيكيشن اللي كنتوا كلكم بتسالوا عليه في المحاضرات اللي فاتت، هنعرف يعني ايه ديستروفيك كالسيفيكيشن دلوقتي، وميتاستاتيك كالسيفيكيشن. في عندنا نوعين من الكالسيفيكيشن مالهمش علاقه ببعض خالص، لازم نفرق بينهم كويس جدا. نوع اسمه ديستروفيك كالسيفيكيشن والنوع الثاني اسمه ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. نيجي نشوف الديستروفيك كالسيفيكيشن، يعني ايه ديستروفيك كالسيفيكيشن؟ ده الكومنست تايب
بيحصل فيه باثولوجيكال ديبوزيشن للكالسيوم سولتس فين؟ ان انجرد اند ديد تيشو، في حين ان الكالسيوم ليفل نورمال. خلي بالنا يبقى الكالسيوم ليفل هنا في الدم نورمال، الكالسيوم حصل له ديبوزيشن في التيشو ليه؟ لان المشكله هنا في التيشو مش في الكالسيوم ليفل في الدم. التيشو فيها انجري، فيها ديجنريشن، فيها نيكروزز، فبيخليها جاذبه للكالسيوم سولت دي ان يحصل ديبوزيشن عليها مع وجود نورمال كالسيوم ليفل في الدم. خلاص. طب ليه بيحصل، ليه التيشو اللي هي الديد او الانجرد او النيكروتيك تيشو بتكون بتجذب الكالسيوم سولت بيحصل لها ديبوزيشن عليها؟ لان التيشو دي بتكون الكالينيك الكالاين due to alkalinity of the necrotic tissue او increase the phosphatase activity of this dead tissue او release of phosphate from nucleoprotein breakdown، فالفوسفات بيتحد مع الكالسيوم يحصل ديبوزيشن على التيشو. يبقى هنا الدستروفيك كالسيفيكيشن نعرف ان هو عباره عن ديبوزيشن اوف كالسيوم سولتس في التيشو. ليه حصل ديبوزيشن للتيشو للكالسيوم؟ لان التيشوز هنا فيها مشكله. فيها مشكله يعني ايه؟ التيشوز هنا فيها ديجنريشن، فيها نيكروزس، فيها انجري، فبتخلي التيشو دي جاذبه للكالسيوم ان هو يحصل له ديبوزيشن عليها في وجود نورمال سيرم كالسيوم ليفل. خلاص. طب ليه التيشو دي بتخلي الكالسيوم سولت يحصل لها ديبوزيشن؟ لان التيشو دي مور الكالاين عن السراوندنج تيشو، فبالتالي بتجذب الكالسيوم سولت، او ان نتيجه ان النكروزز وتكسير التيشو دي حصل فيها انكريز في الفوسفاتيز اكتيفيتي، او ان ريليس للفوسفات من النيوكليوبروتين بريك داون. التيشو لما اتكسرت حصل بريك داون للنيوكليوبروتين فطلع الفوسفات، الفوسفات ده بيتحد مع الكالسيوم يحصل له ديبوزيشن على التيشو. خلاص. جروسلي هنلاقي ان التيشو بتكون اوبيك وايت اند هارد. الكالسيوم سولت دايما يا جماعه زي ما تكون انت مثلا لو تشوفوا الطباشير اللي كنا بنستخدمه زمان في الكتابه على الطابوره وفتفتوا كده هنلاقي فيه جرانيولز لونها ابيض كده ناشفه، دي منظر الكالسيوم سولتس الموجود على التيشو، بتلاقيها وايت وهارد وفاينالي جرانيولر. ميكروسكوبيكالي ان الكالسيوم سولتس بتكون دارك بلو ان كلر، بنلاقيها اكسترا سيلولر او انترا سيلولر، واحيانا بيحصل كونسنتريك لاميليشن اوف كالسيوم سولتس اون نيكروتيك فوساي، بتعمل لنا حاجه اسمها سمومه بوديز زي ما هنشوفها في الصوره بعد شويه. سمومه بوديز كالسيوم نيكروتيك فوكس حصل فيها ديبوزيشن للكالسيوم، وعمل بعد كده كونسنتريك لاميليشن، عمل زي الدوامات، دوامات عملت لنا بوديز كده اسمها السمومه بوديز. ايه الاماكن اللي بيحصل فيها كومن ان يحصل فيها ديستروفيك كالسيفيكيشن؟ احنا قلنا الديستروفيك كالسيفيكيشن التيشوز هي اللي فيها مشكله، لكن الكالسيوم ليفل في الدم نورمال. التيشوز فيها ايه مشكله؟ فيها نيكروزز او ديجنريشن. امثله على التيشوز اللي بيحصل فيها ديستروفيك كالسيفيكيشن ديجنريتد تيشو زي ايه؟ زي الاثيروما، كرونيك ريوماتيك فالفولايتس اللي هو انفلاميشن بيحصل في الهارت فالفز نتيجه الروماتيك فيفر، فدايما بنلاقي ان الفالفز دي نتيجه ان هي كرونيكالي انفلامد بنلاقي فيها ديبوزيشن اوف كالسيوم عليها، ديجنريتد تيومرز واولد سكار. نيكروتيك تيشو زي اولد ثرومبايتس، ثرومبس اللي هي هناخدها في السيركيليشن في السيركيلاتي ديستربنس بعد شويه، فات نيكروزز، ديد بارازايتس دايما بنلاقيها كتير خالص في حالات البلهازيا الاوفا، البلهازيا الاوفا او الديد بلهازيا الاوفا بنلاقي عليها كالسيوم ديبوزيشن بيبقى لونها كاركترستيك زي ما هنشوفها في الصوره دلوقتي، ريتيند ديد فيتس لو الفيتس يعني دايد في اليوترس وفضل لفتره ممكن يحصل فيه ديبوزيشن للكالسيوم عليه، كيزيس تيوبركلوس ليجن والتيوبركلوز زي ما قلنا هنشوفه في المحاضرات اللي جايه. دي امثله على الحتت اللي حصل فيها ديستروفيك كالسيفيكيشن، ذا وول اوف ذا بلاد فيسل فيه اثيروسكلروزز وحصل فيه الكالسيوم سولتس اللي احنا بنلاقيها دارك بلو جرانيولز موجوده في التيشو. خلاص. دي منظر السمومه بوديز ان احنا بنقول ان في نيكروتيك فوكس حصل فيها ديبوزيشن اوف كالسيوم عليها وعملت بعد كده لاميليشن اتجمعت في شكل بوديز نسميها سمومه بوديز، دي بتكون كاركترستيك في بعض التيومرز في بعض الاماكن. البلهارزيا الاوفا، الديد بلهارزيا الاوفا، ديد بارازايت بنلاقي فيه عليه ديبوزيشن اوف كالسيوم بالشكل ده اللي هو اللون البلو ده، البلو كالوريشن بتاع الكالسيوم موجود على البلهارزيا الاوفا. النوع الثاني بتاع النوع الثاني من انواع الباثولوجيك كالسيفيكيشن اللي هو اسمه ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. هنا باثولوجيكال ديبوزيشن اوف كالسيوم سولتس ان ليفنج تيشو اور ان ابنورمال ان نورمال تيشو، فهنا التيشو ليفنج ونورمال وما فيهاش حاجه. طب حصل ديبوزيشن للكالسيوم ليه؟ لان في اليفيتد بلاد كالسيوم. خلاص.
يبقى الميتاستاتيك كالسيفيكيشن التيشوز نورمال والليفل بتاع الكالسيوم في البعض عالي فبيحصل له ديبوزيشن في التيشو. في الديستروفيك كالسيفيكيشن التيشو هي اللي فيها مشكله فيها نيكروزس او ديجنريشن لكن البلاد كالسيوم ليفل نورمال. خلاص طب ايه الحالات اللي بيحصل فيها انكريز البلاد كالسيوم ليفل؟ حاجات كتيره. ممكن اول حاجه انكريز الكالسيوم ابزوربشن فروم انتستين از ان هايبر فيتامينوزيس دي. خلاص الفيتامين دي طبعا بيعمل ابزوربشن للكالسيوم من الجي اي تي، فلما لو في هايبر فيتامينوزيس دي يعني في كميات كبيره من الفيتامين دي الواحد واخدها فبتعمل ابزوربشن، بتعمل يعني ابزوربشن لكميات كبيره من الكالسيوم من الانتستين وبتخلي فيه نوع من الهايبر كالسيميا. انكريز كالسيوم موبيلايزيشن اوف فروم بون زي في حالات الهايبر بارا ثايرويدز. البارا ثايرويد جلاند دي عباره عن جلاند موجوده جنب الثايرويد فور جلاند موجوده في حوالي جنب الثايرويد جلاند ووظيفتها انها تنتج حاجه اسمها بارا ثايرويد هرمون او بارا هرمون اللي هو مسؤول عن الريجوليشن اوف سيرم كالسيوم ليفل. لو السيرم كالسيوم ليفل قل بيبدا يعمل موبيلايزيشن للكالسيوم من البون عشان يظبط السيرم كالسيوم ليفل. لو السيرم كالسيوم ليفل زاد بياخد الكالسيوم من الدم ويرسمه في البون، حاجه على طول مستمره دايناميك موجود على طول. ده في النورمال كونديشنز. لو في هايبر بارا ثايرويدزم يعني البارا ثايرويد هرمون ده بيفرز بكميات اكبر من الطبيعي فبالتالي بيعمل ايه؟ بيحاول يعني بيحاول ياخد الكالسيوم من البون ويحطه في البلاد فبيعمل نوع من الهايبر كالسيميا. في برونجد اموبلايزيشن ان لما الواحد يكون بيد ريدن لفتره طويله مفيش حركه للبون فما بيحصلش بيحصل الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي بتبقى شغاله اكتر من الطبيعي فتبدا تعمل بتاخد كميات كبيره من الكالسيوم من البون وتوديه للبلاد فتعمل هايبر كالسيميا. destructive disease of bone زي حاجة اسمها باجي ديزيز. طبعا مش لازم نعرف يعني ايه باجي ديزيز بس ده ديزيز بيعمل destruction للبون فبيكسر البون فبالتالي يريليز الكالسيوم من البون يوديه للبلط فبيعمل هايبر كالسيميا. malignant tumors of bone زي multiple myeloma واحنا عرفنا من شوية يعني ايه multiple myeloma ده برضو malignant tumor بيطلع في البون فبيعمل بيكسر البون فبيخلي الكالسيوم بيطلع من البون بيروح للدم بيعمل هايبر كالسيميا. diffuse skeletal metastasis يعني ايه diffuse skeletal metastasis؟ يعني المالجنت تيومر في مكان معين وعمل metastasis يعني انتشر لسايت other than the primary site زي ما هناخد في النيوبليزيا. فالبون من الكومن سايت ان يحصل فيها metastasis فلو حصل metastasis لمالتيبل areas diffuse يعني حصل metastasis لحتت كتيره من البون فبرضه بيعمل destruction للبون وريليز اوف كالسيوم فروم بون انتو ذا بلاد وبيخلي فيه elevated calcium level. other causes زي sarcoidosis الرينال فيليا. الرينال فيليا نتيجه الفوسفيت ريتنشن ده increasing الباراثيرويد هرمون level. يبقى كل دي اسباب بتؤدي الى انكريز السيرم كالسيوم ليفل او انكريز البلاد ليفل اوف الكالسيوم وبالتالي الكالسيوم الكتير ده بيحصل له ديبوزيشن في التيشو النورمال تيشو او ليفنج تيشو اللي هي ما فيهاش مشاكل. طيب زي ما قلنا ان التيشوز نورمال ما فيهاش اي مشكله، مشكله في ان الكالسيوم ليفل عالي فبيحصل له ديبوزيشن فين؟ بيحصل له ديبوزيشن في الحتت اللي هي مور الكالاين في الجسم بس نورمال زي ايه؟ زي الرينال تيبيولز فبيعمل حاجه اسمها نيفروكالسينوزيس زي ما احنا شايفين هنا الكالسيوم ديبوزيشن في الوول اوف ذا رينال تيبيولز. في الميوكوزا اوف ذا ستومك في الوول اوف ذا لونج الفيولاي في الميديا اوف ذا بلاد فيزلز. خلاص يبقى لما بيكون في ميتاستاتيك كالسيفيكيشن الكالسيوم عالي في الدم هيحصل له ديبوزيشن فين؟ مش هيحصل له ديبوزيشن في كل الجسم في مره واحده، لا هيحصل له ديبوزيشن في اماكن معينه في الجسم اللي هي الانفايرمنت بتاعتها مور الكالاين شويه بتجذب الكالسيوم. اللي هي حتت محدده جدا اللي هي ايه؟ الرينا تيبيولز نيفروكالسينوزيس الميكوزا اوف ذا ستومك اللنج اوف لنج الفيولاي والوول اوف ذا ميديا اوف ذا بلاد فيزلز. يبقى لو انا سالتك قلت لك ايه الاماكن بتاعه الميتاستاتيك كالسيفيكيشن احنا عارفين ان هو بيحصل ديبوزيشن للكالسيوم في الليفنج تيشو بس بياخد اماكن معينه في الجسم اللي هي الرينا تيبيولز الميكوزا اوف ذا ستومك الوول اوف ذا لنج الفيولاي والميديا اوف بلاد فيزلز. في حين لو سالتك قلت لك ايه الاماكن بتاعه الديستروفيك كالسيفيكيشن هتقول لي دي ديجنريتد او نيكروتيك تيشو وتديني اكزامبلز عليها. خلاص بكده تكون انتهت المحاضره بتاعه النهارده. شكرا ليكم ولو في اي اسئله طبعا على الجروب مستعد اجاوب اي اسئله ليكم بس لازم تسمعوا المحاضره في الاول كويس خالص قبل ما تسالوا الاسئله بتاعتكم
علشان تكونوا بتسألوا على بينة مش بتكون يعني قريناها، قرينا المحاضرة وسمعناها كويس وبعدين ايه نسأل الأسئلة اللي انتوا عارفينها. شكرا ليكم.